فريق بيراميدز حقق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الدفاع الجوي في الجولة 27 من بطولة الدوري، وحافظ بيراميدز على صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة، والمقاولون العرب في المركز 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة. المهاجم الدولي الكونغولي فيستون مايلي لاعب نادي بيراميدز حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز. فريق سيراميكا فاز على فريق المصري 2-0 في مباراة أقيمت بينهم باستاد برج العرب الأسكندرية ضمن مواجهة الجولة 27 من الدوري المصري، ليرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 37 في المركز الثامن وتوقف رصيد المصري عند النقطة 42 في المركز الثالث. استأنف الفريق الأول لكرة القدم من نادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وشهد الجزء الأول من تدريبات التركيز على الجانب البدني، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف جواوا ميجيل مدرب الأحمال. المنتخب الوطني لسيدات كرة اليد مواليد 2004 خسر أمام المنتخب الهولندي بنتيجة 20-17 في أولى مواجهاته بدور الرئيسي ببطولة العالم بمقدونيا، واللي بتقام في الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجاري. فاطمة محروس لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال حققت الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي اللي بتقام في الفترة الحالية بجورجيا. منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة الشاطئية توج بلقب البطولة الإفريقية اللي بتستضيفها المغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وده بعد ما فاز منتخب مصر على منتخب نيجيريا في نهائي البطولة بنتيجة 2-1 وحصد اللقب الإفريقي، وحسم كمان تأهله إلى أولمبياد باريس 2024. منتخب ألمانيا تعادل مع منتخب سويسرا 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، وبكده منتخب ألمانيا في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط وحسم تأهله إلى الدور الثمن النهائي، ومنتخب سويسرا في الوصافة وتأهل مع المنتخب الألماني للدور الثمن النهائي. منتخب المجر فاز على منتخب اسكتلندا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024. بالنتيجة دي ودع منتخب اسكتلندا منافسات البطولة بعد احتلال المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، بينما ينتظر منتخب المجر حظوظ للتأهل كأفضل ثالث للدور ثمن النهائي بعد حسم باقي مباريات المجموعة. منتخب أمريكا بدأ بطولة كوبا أمريكا بفوز سهل على بوليفيا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم فجر اليوم في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة للبطولة، وبالنتيجة دي منتخب أمريكا في المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف لصالح منتخب أوروغواي ومنتخب بوليفيا في المركز الرابع. منتخب أوروغواي فاز على منتخب بنما بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم فجر اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024، وبالنتيجة دي منتخب أوروغواي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وتجمد بنما في المركز الثالث بدون نقاط.